يا اهلا وسهلا، هنتكلم بقى النهارده مع بعض على انواع مرض السكري، وهنتخيل مع بعض. يعني الفيديو هيكون مختلف شويه في طريقه العرض علشان تتخيل معايا ايه اللي بيحصل جوه جسمك، عشان تبقى انت فاهم كل نوع مختلف عن التاني في ايه، وهنفهم مع بعض اهم التحاليل اللي بتقدر تميز بيها انت اي نوع، لان في ناس فعلا بتبقى متشخصه غلط وهو بيبقى مكمل على انسولين وهو اصلا ما ينفعش يكمل على انسولين. طيب خلوني الاول قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا انوه على حاجه مهمه جدا، ان الفيديوهات اللي هتيجي الفتره الجايه فيها قدر كبير جدا من التوعيه، مش هتكون فيديوهات قصيره دقيقه، لان انا الطلب مني ده على القناه المعموله على الفيس، وعلى فكره القناه دي بتنضم ليها فور فري مجانا. فلما انا سالت انتوا ليه مرضى سكر لسه او مرحله ما قبل السكر او مقاومه انسولين انتوا محتاجين ايه، اتفاجئت الناس محتاجه فيديوهات توعيه، ففهمت ان الناس جديده معانا في عيله بدايه جديده، فهم عندهاش المعلومات الكافيه عن مرضها، رغم ان انا عندي اكتر من 500 فيديو على اليوتيوب، ولكن فهمت ان احنا لسه معانا اعضاء جداد، وعشان كده هبدا ان انا اعمل الفيديوهات دي الفتره الجايه بامر الله. طيب الحلقه بقى بتاعت النهارده، اولا عشان تبقى انت فاهم احنا كناس عاديين ما احناش مرضى سكري ايه الفرق ما بيننا وما بين مريض السكر. طبعا زي ما واضح كده قدامك هتبدا تخيل قدامي شكلين، ده اللي هو الشكل البني ادم الطبيعي، ما هوش مريض سكر ولا حاجه، وده بني ادم هو اوريدي السكر عالي عنده في الدم وعنده جزيئات الجلوكوز كتير، جزيئات الجلوكوز اللي هي الحمراء دي. تمام، البني ادم اللي هو الطبيعي ما هوش مريض، اللي بيحصل ان جزيئات الجلوكوز لان الاكل لما بتحول لجلوكوز بتبقى ماشي في مسار الدم عادي خالص لان هو كمياته بسيطه، عكس مريض السكر الجلوكوز بيبقى كمياته كبيره جدا، فهو ماشي في الدم بس بكميات كبيره. حلو قوي، معنى كده ان انواع مرضى السكري المشهورين والمعروفين عندنا في نوع اللي هو تايب 1 دايبيتس، النوع ده طبعا لازم بياخد انسولين من بره، وهنقول في الاخر التحاليل اللي بتميز، والنوع الثاني وفي حاجه اسمها جاستيشنال دايبيتس اللي هو سكر الحمل. تمام، طبعا النوع الثاني ده ما بيحتاجش انسولين من بره، وهنشوف حالا ايه اللي بيحصل جوه جسمك. واخر نوع خالص اللي احنا بنسميه مرحله ما قبل السكري، طبعا بيبقى فيه المودي وفيه اللادا وفيه انواع تانية كتير، بس احنا ده اشهر اربع انواع. حلو قوي، تعالوا بقى نتخيل مع بعض كده احنا لما بناكل ايه اللي بيحصل جوه الجسم. بص بقى يا سيدي، انت دلوقتي اكلت صح كده، فبيبدا الاكل يدخل هنا من الفم، طبعا هو هنا بيحصل اول حاجه عمليه الهضم، عشان كده بنقول ناكل بالراحه، الهضم هنا بيبدا في الفم اصلا، هيبدا ينزل الاكل بتاعك جوه جهازك الهضمي. حلو كده، اي حاجه بتاكلها بقى عيش سكريات حلويات اي حاجه ليها علاقه بالنشويات بتخش وتتحول لجزيئات الجلوكوز او السكر في الدم. طيب اتحول لجلوكوز وبدا الجلوكوز ده يمشي في الدم، الجسم يسكت هيسيبه يمشي في الدم؟ لا طبعا، يجي بقى البنكرياس هنا الانسولين الدور العظيم بتاعه، يبدا يطلع الانسولين، فيبدا الانسولين يمشي مع جزيئات الجلوكوز دي، عشان ما ينفعش يسيبها كده ماشيه في الدم تمشي حره كده، لا ده سم حضرتك على طول نموت، فيبدا الانسولين يمشي معاها في الدم. شايفين جزيئات الموف ده انسولين والاحمر ده جلوكوز، فالانسولين يبدا يمشي معاه عشان يبدا يوصل لحد البوابات اللي هي تفتح بقى الخلايا تاخد الجلوكوز ده، فيخبط على الخلايا والنبي ياخد الجلوكوز الموجود في الدم، ده ما ينفعش، احنا عايزين ندخله خلايا ايه تشتغل كمصدر طاقه، فتبدا البوابات تفتح يبدا الجلوكوز يبدا يدخل. حلو قوي، يبقى احنا كده الانسولين الجميل عمل الدور بتاعه. طيب 1 دايبيتس السكر من النوع الاول، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي، انت مبدئيا انت ما عندكش انسولين بيتفرز كتير، يا اما كمياته بسيطه تمام يا اما ما بيتفرزش خالص، فاللي بيحصل انت شايف ان الانسولين كميته صغيره قد ايه مقابل جلوكوز كتير، فبالتالي ما فيش حاجه بتدخل الجلوكوز ده الخلايا، ما هو الانسولين مش موجود عندك، فهنا نيجي نفتح ما فيش خلايا يقدر يفتحها عشان يدخل كميه الجلوكوز الموجوده في الدم ده، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الجلوكوز يفضل في الدم، فدي مصيبه طبعا، فلازم هنا باخد انسولين من بره. فنيجي نقول عند السكر من النوع الاول ان انت دايما بتبقى معتمد على الانسولين من بره، ما ينفعش ان انت تبطل انسولين. تمام، وفي نفس الوقت مهم جدا ان انت تاخد بالك، علشان خاطر مش معنى انا معتمد على الانسولين من بره ابدا اكل كميات زي ما انا عايز وابوظ جدار الخلايا اكتر وازود الالتهابات اكتر وادور على كوميونيكيشن اكتر واخش كمان ممكن ابقى نوع اول ونوع تاني معتمد برضو يحصل لي مقاومه انسولين، فانت محتاج ان انت كنترول شويه وتبقى انت فاهم الجرعات تبقى متناسبه مع كميات النشويات اللي انت بتاخدها. تعالوا نبص على النوع التاني، النوع التاني بقى ايه اللي بيحصل؟ انت اكلت صح كده وانت بتفرز انسولين عادي خالص، فيبدا الانسولين يطلع. شايفين المقارنه ما بين النوع الاول؟ النوع الثاني كميه انسولين كتيره،
الموف كتير، انا عندي انسولين كتير بس مش شغال. مش تروح بقى تاخد انسولين من بره، انت ما عندكش مشكله في الانسولين، انت بتنتجه بس مش شغال، هو موجود اهو في الدم بس مش عارف يخبط على الخلايا يقول لها خدي الجلوكوز، لان في حاجه اسمها مقاومه انسولين. فبدا المقاومه دي الجسم بيقاوم، الخلايا بتقاوم، وهو كمان يعني تعبان فمش قادر يفتح، فالانسولين كتير في الدم والجلوكوز كتير في الدم، الموف كتير والاحمر كتير ومش شغالين الاثنين، فالانسولين مش عارف يشتغل. مش ما عندكش مشكله ان مفيش انسولين، ده انت عندك وبكتير كمان. فبنقول السكر من النوع الثاني، انت عندك حاجه اسمها انسولين ريزيستنس اللي هي مقاومه انسولين، اللي هي اوريدي الاساس بتاعك. فانت لو انت عندك مقاومه انسولين تمام، او مرحله ما قبل السكر، او مريض سكر نوع تاني، انتوا الثلاثه واحد، انتوا اساسكم الاساس مقاومه انسولين اللي بيخلي الخلايا مش قادره تاخد الجلوكوز، مش عارفه تدخله الخليه، وصلت؟ لكن مش مشكلتك ان انت تروح تاخد انسولين من بره. يعني انت لو تايب 2 دايبيتس والدكتور قام قال لك لا احنا مش عارفين نظبط سكر فكده هنضطر ناخد انسولين من بره، مش ده الحل، ده كارثه، مش ده الحل خالص. وده اللي انا كنت محتاجه ان انت تبقى فاهمه ومدرك اللي بيحصل جوه جسمك. انت ما عندكش مشكله ان انت ما بتنتجش انسولين، انت بالعكس انت عندك انسولين ولكن بكتير مش عارف يدخل، هي دي المشكله يا جماعه، مش عارف يدخل. فالحل ان احنا لما بنريح الانسولين يبدا يشتغل تاني ويبقى عايز بقى ياخد الاكل ده يبدا يدخله الخلايا. حلو قوي. طب يا دكتور ايه التحليل اللي نقدر من خلاله نقدر نميز انا نوع اول ولا نوع تاني ولا مقاومه انسولين؟ تحليل السي بيبتايد من اهم التحاليل. طب مش هتكلم على الانتيجات لان هو بيبقى غالي شويه، بس لو عملنا الانتيجات بيعمل حاجات الحاسمه يعني فيه ولا مفيش. لكن سي بيبتايد المفروض يطلع من 5 من 10 ل 2، ده النورمال رينج. لو طلع من 5 من 10 ل 2 يبقى انت سكر من النوع التاني. حلو، انت بتطلع انسولين بس مش شغال. طيب لو اقل من 5 من 10 يبقى انت سكر من النوع الاول، سكر من النوع الاول، مفيش انسولين عندك، انت ما بتنتجش خلايا بيتا سيل البنكرياس، حصل حاجه مناعيه فحصل هجوم فجاه مره واحده كده توقف عن انتاج الانسولين، مالكش يد فيها خالص. فبالتالي انت لازم تاخد الانسولين من بره، ومهم جدا ان انت تبقى فاهم، وده اللي هنعمله بقى تاني في الحلقات الجايه ان شاء الله، ان انت ازاي تحسب الاكل بتاعك مقابل وحدات الانسولين انت بتاخدها عشان تعمل كنترول على السكر. لكن لو انت سكر نوع تاني الموضوع بيكون اسهل بكتير جدا، وبتبقى عارف انت ممكن تعمل ايه عشان تتعافى، وده اللي احنا بنعمله في دوره حياتك بلا سكري، ان الناس بتتعلم كل حاجه في الدوره عشان فعلا تقدر تخرج من السكر. وما تقولنيش سكر نوع تاني ده مرض ومش عارف اهزمه، بص اسمع كميه الحالات اللي موجوده على السوشيال ميديا ان هي قدرت تتعافى من مرض السكر. ده مش مرض، هو عرض لحاجه اسمها مقاومه انسولين. طيب يبقى احنا عرفنا لو هو تحت الخمسه من عشره يبقى انت تايب 1، لو هو في النورمال رينج يبقى انت تايب 2، لو هو بقى عدى الاثنين مقاومه انسولين. روح بقى اعمل هومه، شوف الهوم اي ار بتاعك كام، وقيس لي محيط الوسط بتاعك، لو محيط الوسط بتاعك جيت تقسمه على طولك عدى الواحد فانت كده مقاومه انسولين. والموضوع بيبقى اسهل ما يكون يا جماعه لما بنكتشف ان انا مرحله ما قبل السكر او انا مقاومه انسولين وما دخلتش سكر نوع تاني. ويمكن حتى لو انت سكر نوع تاني على حسب انت سنك قد ايه وانت بقالك كام سنه مريض سكر وحاجات كتير جدا، بس والله ما لما بتمشي الطريق هتوصل في الاخر، بس انت بس تمشي الطريق ويبقى عندك وعي وعلم، تبقى انت فاهم ايه اللي انت المفروض تعمله عشان تتخلص من السكر من النوع التاني. وصلت؟ دي كانت حلقتنا النهارده، تخيلنا مع بعض كده ايه اللي بيحصل جوه الجسم، وعرفنا الفرق ما بين كل نوع، وعرفنا اهم التحاليل. وان شاء الله بقى اشوفكم في حلقه جديده نتكلم فيها اكتر ونفهم فيها اكتر ونتعلم اكتر مع بعض. وفي اخر حلقتي بقول اللهم انا اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واللهم انفعنا بما علمتنا. مهم جدا، لان ممكن تاخد علم وما تعملش بيه حاجه، وده بيكون اصعب بكتير جدا من انت اصلا ما عندكش العلم. اشوفكم على خير. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا. في بداية جديدة مع رحاب الشناوي.